عندما تجوع التماسيح لا تعرف الرحمة. أقوى معارك التماسيح بعدسة الكاميرا. ربما تكون التماسيح من أكثر الحيوانات المتعطشة للدماء على الإطلاق، فلقد كانت التماسيح من الكائنات الحية التي نجت من الانقراض التي تعرضت له الديناصورات. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم أخطر الهجمات الضارية التي قامت بها التماسيح على الفرائس المختلفة. قبل ذلك لا تنسوا متابعة قناتنا أقوياء البرية، ابقوا معنا. البداية مع التماسيح، فهي من الزواحف كبيرة الحجم، تقع في قمة الحيوانات المفترسة. ونلاحظ في هذا المشهد كيف حدث الصراع بين التماسيح الجائعة والأسود المفترسة، ففي لحظة ليست بسعيدة بالنسبة لبعض الجواميس التي كانت تشرب الماء من البركة. وفجأة تمكن التمساح من الانقضاض على أحدهم وحاول سحبه إلى الماء، بينما دافع الجاموس عن نفسه وبدأ بالمشي إلى الأمام، والتمساح يمسك بذيله ويسحبه إلى جهته. وفي النهاية تمكن التمساح من سحب الجاموس البري إلى الماء، لتحدث معركة ملحمية بين التماسيح المهاجمين وبين الجاموس المدافع، وحاول تثبيت الجاموس تمهيداً لافتراسه. وفي هذه اللحظات تدخل مجموعة من الأسود لتبدأ معركة تقاسم الإرث والفريسة بين التماسيح والأسود. من المعروف أن أجسام التماسيح تكون أكثر رشاقة في الماء، حيث تستخدم ذيولها القوية للدفع. وتمتلك التماسيح أيضاً فكين مصممين للإطباق التابع على فرائسها، ولها أسنان مخروطية لتتمكن أيضاً من اختراق جسد الفريسة والإمساك بها، فهي تبتلع فريستها دون أن تقطعها أو تمضغها. فبعض أنواع التماسيح مثل تمساح غارييل وتمساح تومستوما تكون الأسنان حادة جداً، تتشابك أسنان الفكين العلوي والسفلي تماماً عند إغلاق الفكين، وهذا يوفر له إمكانية الإطباق التام على أي شيء موجود بفكيه. في عالم الحيوان قوانين صارمة موجودة، وتجعل الحيوانات بحالة تأهب ويقظة بشكل دائم. وفي هذه الحالة تبني الحيوانات استراتيجياتها وتكتيكاتها بحرفية كبيرة، حتى لا تكون وجبة غذاء لحيوان مفترس أقوى منها. نحن نعلم أن الخنازير البرية وليمة سهلة للتماسيح، وخاصة الصغيرة منها، ولكن تكمن قوة تلك الخنازير في التجمعات وقوة القطيع نفسه، حيث إذا كان هناك أي خنزير من الصغار تندفع الخنازير البالغة على الفور لحمايته من دون الخوف من أسنان أو قوة التمساح. وكما ترون في هذا المشهد لم يحصل التمساح على غذائه بسبب تكاتف الخنازير بعضها مع بعض. يمكن لبعض التماسيح أن تعيش حتى 100 عام، كما وأنها تعتبر إلى حد كبير متقاربة في الحجم والشكل واللون. ذات مرة وفي لحظة لا يحسد عليها الفهد الذي كان يشرب الماء، فجأة ودون سابق إنذار قفز التمساح بسرعة البرق وانقض على الفهد وأطبق أسنانه على رأس الفهد، وتمكن من إنزاله إلى تحت الماء ليتناول وجبته وفريسته بكل برودة وتمهل. إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم. لا تنسوا الإعجاب والمشاركة ليصلكم كل جديد. دمتم بخير.